اوكي، مرحبا شباب، كيفكم؟ تواجدتكم بمقطع جديد، ومقطع اليوم راح يتكلم عن ماينكرافت الموبايل، مود البيوت الجاهزة. فقبل ما يبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك، فارجستوا بهات لي سك الجديد، وبس خليني افرجيكم المود. طبعا يا شباب، هذول شستات كلهم فيهم البيوت المختلفة، يعني عفوا، هذا اول بيت اسمه سبون شوب 1. فمثل ما كنتم شايفين هيك بيموت، تحطوا ايتم بالارض بيموت لحاله فبيطلع البيت. مثل ما كنتم شايفين سبون شوب 1 اسمه، فحلو يعني ديزاينه من برا. خلينا ندخل لداخل هذا الشوب او البيت او اي شيء تسموه يعني. بتلاقوا عندكم هيك سرير وما اعرف ايش والبرل. هذا كان معنا اول بيت، فخلينا نرجعه ونشوف الثاني. هذا يا شباب سبون شوب 2، طبعا نفس الشيء يا شباب، بس انه هذا اكبر شوي هذا الشوب من هذاك، بس اكبر بشي بسيط يعني، مو كثير واوسع. فيب انتم ما كنتم شايفين نفس الديزاين بس انه اكبر شويه. فخلينا نشوف البيت الثالث معنا لليوم، بس خلينا نرجع هذا. فخلينا نشوف البيت الثالث، واللي هو سبون كيج، او اللي هو قفص. كما كنتم شايفين قفص بسيط يعني، يب قفص بسيط، في كم بلوكة ايرون، ومن جوا مساحته 4 بلوكات فقط. كسرت الارضية بالغلط، تمام. فهذا معنا البيت الخامس، واللي هو سبون تنت او خيمة يعني. خلينا نشوف كيف. طبعا يا شباب الخيمة الاولى ما فرجتكم لان صارت مشاكل وتداخلت مع القفص، فها هي الخيمة الثانية. حولت الدنيا للنهار. طبعا كنتم شايفين في بر البرة كرافتن تيبل وسريرين، فهي صغيرة خيمة يعني. خلينا نروح للبيت السادس، اتوقع صرنا، واللي هو سبون هات. يب سبون هات، حطيتها فوق الخيمة، حطيت واحد فوق الخيمة بالغلط. اوكي مالنا، خلينا افرجيكم بس كيف شكله. احطه هنا زي ما كنت شايفين، هذا هو بيت عادي يعني من الخارج، بس انه يبني لك اسرع يعني. لو كنت في السيرفايفل وبدك بيت صغير مثلا راح يفيدك هذا الشيء. في هذا البر في موارد بسيطة وسريرين بس. طبعا في هنا شبابيك تنفتح وتنغلق. فيب خلينا لا مو هذا الشيست اللي بعده، ايوه نرجع هذا ونشوف البيت السابع اللي معنا. اوكي سبون بيج هوت، نفس اللي قبله يا شباب، بس انه هذا اكبر، اكبر من اللي قبله. فخليني ارسبنه هون، زيح بس شوية عن الاول. اوكي هون خلينا نشوف. اوكي يا شباب واضح انه اطول من الاول واكبر. خلينا نفوت. كما كنت شايفين في 4 اسرة يعني 9 لـ4 اشخاص، وبرل في موارد احسن من هذاك. فيب خلينا يعني في دروع ايرون واسهم وهيك شغلات، فبتفيد لو كنت في السرفايفل. خلينا نرجع على الشيست ونروح على اللي بعده، واللي هو سبون هاوس، منزل يعني. هذا يرسبن لك بيت، فأكيد راح يفيدك بالسيرفايفل. خلينا نشوف. مثل ما كنت شايفين يا شباب بيت كلاسيكي شوي يعني، هيك صغير بس يعني بفيدك لو كنت بالسيرفايفل وتركب هذا المود. طبعا يا شباب اذا حابين اشرح لكم كيف تقدروا تركبوا المود اكتبوا لي في التعليقات وبعلمكم وبعطيكم رابط المود كمان. فيب مثل ما كنتم شايفين بيت صغير، في بار الفوق وفرن هون. فبس خلينا نشوف اللي بعده عشان ما اطول عليكم. مثل ما كنتم شايفين اللي بعده واللي هو سبون ويجن، واللي هي عربة، عربة أحصنة أو هيك شيء، يب عربة أحصنة.
قديمة وجن، مثل ما كنت شايفين عربة وإلى إطارات وهيك. وخلينا نشوف إيش في بداخلها. أو في حبتين بدايموند. إيش بها طبعا أنتوا شوفوا مواردها إيش بدها بالكرافتينج تيبل، وشوفوا إذا بتستاهل إنكم تصنعوها مقابل بلوكتين دايموند. طيب خلينا نشوف هاي. اوكي سبون كاسل يا شباب، بناء قلعة او رسبنت قلعة كاملة. فمثل ما كنتم شايفين يا شباب رسبن القلعة. طبعا من برا حلوة مرة، صح انها قلعة شوي صغيرة بس انها كثير يعني حلوة وكبيرة يعني اذا كنت ناوي تسكن فيها. فيبهم في بعض الأفران والبرل وهيك شغلات بتفيدك. خلينا نطلع طابق. طبعا كنتم شايفين هون في قاعدة بسيطة وهيك أشياء. فخلينا نطلع بعد شوي. هون عندك غرفة النوم، هون في بلوكة دايموند وبلوكة جولد نايس. وهون في عندك أربع تقريبا أربع من هذول تقدر توقف عليهم، ووحدة فيهم فيها العلم. طيب خلينا نروح للي بعده. اوكي يا شباب هذا راح تساوي مشاكل بالماب بس لا يمكن راح ننزلها يعني عادي. فخليني افرجيكم زي ما كنت شايفين برج دي انتي، بس هلا راح يرسبن كريبرات راح تساوي لاج كثير قوي. كمان كنت شايفين يا شباب لقلق علي العالم، فخليني اعطيت امر يا شباب بقتل كل كريبر مو امر. فخليني اوريكم البرج. مثلما انتم شايفين باخر برج في شيست في هيك هذه الموارد. فيب بس هذا هو كان البرج. خلينا ننتقل للمبنى اللي بعده. فيب اوكي خلينا بس نرجعه هذا المبنى وأريكم اللي بعده. طبعا يا شباب هذا المبنى كمان نفس هذاك راح يساوي كثير مشاكل، بس انه الفرق بين الكريبر الفرق بين هذا المبنى وهذاك هو انه بدل الكريبر راح يطلع لك هذول الكائنات المرسومة كانت على الصورة. خلينا ننتقل اللي بعده منشان نتفادى المشاكل. فانتوا شايفين هذا المبنى مثل ساحة قتال كبيرة يعني. اوكي شوفوا يا شباب كبيرة هاي الساحة كتير كبيرة. فإذا كنتوا سيرفر مثلا أكثر من واحد وبدكم تعملوا فيها مسابقات ولا شيء راح تفيدكم كثير. تصميمها حلو يا شباب، في هيك على الأربع زوايا مثل شعلات، التصميم جدا رائع. فخلينا ننتقل للي بعده. والمبنى اللي بعده يا شباب هو عبارة عن تافيرن، هيك اسمه تافيرن ياب. فخلينا نشوف ايش هو هذا المبنى. خلينا بعد شوي بس. كما كنتم شايفين يا شباب هو هذا المبنى عبارة عن قلعة بس اكبر من القلعة الاولى هذيك. فخلينا نبدأ فيها وفرجيكم اياها من الداخل كيف راح تكون. طبعا خلينا ندخل من بوابتها النظامية. سرعت الفيديو شوية يا شباب عشان ما تطفشوا. طبعا كنتم شايفين في عندكم طابق ثاني تدخلوا عليه. خلينا نفتح البوابة. في عندكم هون سريرين، في عندكم بعض بوابة وغرفة زيادة وبعض غرفة. هون عندكم مثل بلكونة مثلا صغيرة. فيب خلينا ننتقل للشيء اللي بعده واللي هو سبون ماركت او مبنى يعني متجر. خلينا نبني مثل ما كنتم شايفين. ما اعرف اللي على اليسار هذا ايش، بس انه مثل ما كنتم شايفين هذا التصميم من الداخل. هون مثلا اثنين بارل او المكان اللي تبيع فيه. هذا سقف المتجر. خلينا نرجعه ونشوف المبنى اللي بعده. طبعا يا شباب هذه القلعة نفس هذيك القلعة اللي بنيناها قبل، بس انها اكبر شوية وتختلف في الاتجاه. فهذيك على اليسار وهذه على اليمين. فيب
يعني بوابتها هذيك على اليسار وهاي بوابتها على اليمين. وهذا اخر مبنى معنا لليوم اللي هو شوب 3. المفروض كنت حطيته مع شوب 1 و 2 بس انه ما انتبهت له يمكن. فهي كنتوا شايفين تصميمه غير. فبس يا شباب لهون نكون وصلنا لنهاية المقطع. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك، فعل جرس التنبيهات لتصلكم صوتك الجديد. واذا حبيت المود اكتبوا لي بالتعليقات عشان اعطيكم رابط وافرجيكم كيف انه او كيف يتم تطبيقه او كيف تخليه في ماينكرافت. وبس هلقلكم السلام.